عادات معودين عليها وهي بتضرنا وبنعملها بالشغل حنتعرف عليها بهيدي الحلقة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لدائما تشوفوا حلقاتي على لوليا، فولو على الانستغرام لدائما يكونوا النصائح حقكم على الانستغرام. انه ما بناخذ اللانش بريك او انه ما بنتغدى او انه بنضيع وقت وما بناخذ رؤيتنا وغدانا، لا، اذا احنا ما قادرين نتروق، اذا احنا ما قادرين نتغدى نتروق بالبيت وبنتغدى من بعد الشغل، بس ما فينا انه ما نتغدى، ما فينا ننسى الغدا، ما فينا نقفي شيء بس من ورا الشغل. بنخلي بالبراد كتير قصص عالية بالسعرات الحرارية لدايما ناخدهم ونتسلى فيهم. كمان هذا الشيء ما لازم نعمله، لازم نستبدلهم كما قلنا بحلقة سابقة بقصص كتير هيلثي. ما لازم نكتر من شرب القهوة، لازم نكون معتدلين ومنتظمين أكتر. وإذا نحن عملنا قهوة بناخد شاي، لأن نسبة الكافيين بتخلينا كثير متوترين وبتعملنا ستريس بقلب الشغل. إنه بناكل بسرعة مش معناتها إنه بناكل بسرعة لنخلص أكل، إنه بناكل بسرعة كمان من نحن قاعدين على مكتبنا، لا، ما فينا ناكل نحن بسرعة، لأنه أول شيء ما بنقدر نهضم الأكل صح وبسبب لنا غازات، وبنفس الوقت إنه نحن ما عم نقدر نستمتع ببريك بشغلنا، يعني في ساعة فراغ بيعطونا إياها بالشغل هي مش كرمال إنه يلا يريحونا، كرمال صحتنا وكرمال نقدر نركز بالساعات اللي جاية أكتر بالشغل. كلنا عنا بالمكتب هيدا الشخص يلي بيحب دايما ياخد معه الكب كيك ويجيب الشوكولا وياخد كل شي بنصح ويطلب طلبات فيها كتير فاتس، مش معناتها هيدا شي مش صح، بس ما فينا نستسلم لهيدا الشخص دايما وبكل المرات، فينا ندوق لانه ما حلو نفشل اصحابنا بالعمل، بس ما فينا نستسلم لهيدا الشي. فشو رايكم انكم هلا تخلوا من بالكم تشيلوا من بالكم هيدا الشخص وتصيروا مرتي جاي بده يعطيكم شي تتذكروا نور قالتلكم انه لا ما لازم نستسلم لهيدا الشخص، صدقوني بتحسوا بالتغيير عن جد. الشي الغلط اللي عم تعملوه انكم عم تفوقوا مؤخرين على الشغل، منعير الان قبل 10 دقايق وبنلبس ودغري بنروح. هيدا شيء جدا غلط، لانه نحن عم نضيع البوتنشل، لانه نحن نفيق قبل بنص ساعه ساعه نحرك نعمل اكسرسايز نحط حالنا بجو انه نحن رايحين على شغل. هذا عن جد بغير الافشنسي اي فعاليتنا بالشغل خلال نهارنا. فحاولوا انكم بدل ما تحطوا الالارم قبل 10 دقايق فيقوا قبل بنص ساعه، اذا انتم تفيقوا قبل 10 دقايق. انا فيق مثلا قبل بساعتين من الشغل لانه بروح بعمل رياضه وبتحمم وبروح على شغله، فانتوا ما عم بقول لكم هتفيقوا قبل بساعتين، بس نصيحه لكم تعودوا حالكم تفيقوا ابكر، انكم تعيروا الالارم قبل بدقيقه كل يوم، شوفوا لحالكم كيف بتعودوا جسمكم. شغله تانية بنعملها غلط وكلنا ضحيتها انه بنطلب كثير دليفري بالشغل، مش معناتها دليفري مش صح او ما في يكون هيلثي، بس بأغلبية الاوقات الدليفري ما عم بيكون كثير هيلثي، بيكون بسرعه وما عم بيخلينا نقدر نحن نرتاح باكلاتنا. انا بحلقه سابقه قلت لكم دائما خذوا سالاد معكم او اكل من البيت، غير انه الدليفري اذا وقفناه او خففناه شوي كمان بنخفف ثقل على الجيبه، بنوصل ما بنوصل لاخر الشهر رح نقول الله وين راحوا المصريات كلهم، انا عم بعمل دليفري من الشغل. عندنا شغل، نحن عندنا اكل فينا ناخده من البيت نعمله على ذوقنا، بنحضر الاكل قبل بنهار. انا مثلا بحضر اكلاتي قبل بنهار او بعمل شيء اسمه ميل بريبريشن او ميل براب، هيدي شغله كتير معروفه هلا، انه انا بقضي الويك اند عم بحضر اكلاتي للشغل، واللي بده فريزر بحطه فوق بالفريزر واللي بده براد بتركه بالبراد. شوفي احلى من انكم تاخذوا اكلاتكم من البيت وتكونوا مأكلين وانتم عاملين هذا الاكل. بدنا نفهم انه نحن بوقت الشغل باوقات الشغل مخصصين للشغل، باوقات الحياه وباوقات ما نروح نرتاح مخصصين للراحه. وقت ناخذ شغلنا معنا على البيت بنكون نحن عم نحمل هم الشغل كل الوقت. تخيلوا كل يوم 5 ايام على الاسبوع عم تاخذوا معكم اللابتوب وعم تخلصوا شغل، قديش بتتعب لكم نفسيتكم، بجننكم. مين قال ما نحن ما لازم نتبع اسلوب حياه بقلب الشغل هيلثي لنفسيتنا مش بس لجسدنا بقلب الشغل مثل ما بنعمله بالبيت. فكرمال هيك هذه الحلقه كانت خصيصا لكم، انا بعرف قديش بالشغل بيكون في ستريس ان كان نكون بسلامه عقليه او جسديه. ان شاء الله تكون فدتكم هذه الحلقه، مواضيع حلقات هيك كتير مهمين، فما تنسوا تتابعوا، واذا عندكم حيالة كومنت بتتركوها تحت بخانه الكومنتس، انا الحلقات عم استوحيها من كومنتس لكم. فشو عندكم موضوع بتحبوا تناقشوه ما تنسوا تتركوا لي. شوفكم والفولو على الانستغرام. باي باي.